تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة السورية أصالة برفقة إحدى صديقاتها وهما تغنيان حالة خاصة جدا للفنانة المصرية أنغام. وتفاعل المتابعون مع الفيديو وأثنوا على خطوة أصالة هاته والتي تأتي في ظل القطيعة بينهما بعد الخلاف الذي حصل على خلفية زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي كان متزوجا من ابنة شقيقة المخرج المصري طارق العريان زوج أصالة، وهو بالتالي الأمر الذي دفعها إلى أخذ موقف من صديقتها المقربة أنغام. المشاهد تي في، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.